تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن يعني نفتح آفاق التواصل معكم المستمعين لاستقبال آراءكم ولحظاتكم واقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فالبداية رحب بفريق العمل عندنا في الإعداد يوسف سعد، وفي التنسيق إسراء الهاشمي، وفي الإخراج أيمن سرحيل. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. وسؤال مسابقتنا بنخبركم عنه دكتورة ندى الملا مع الخيارات، وأيضا شو ومع الجوائز وكيفية الاشتراك. صحيح، نعطيهم كل المعلومات. أول شيء نصبح عليكم بالخير، يوم الخميس الونيس آخر يوم في الأسبوع، إن شاء الله نترك اليوم هموم الدوام في الدوام متى بيخلص دوامكم واحدة أو ثنتين ونتجه للويكند بروح عالية. فشو السؤال ما اليوم؟ سؤالنا: في أي مستشفى تجرى عمليات الليزك للعيون؟ هل هو راشد أو مستشفى دبي أو مستشفى لطيفة؟ على 4006 مع أسماءكم الثلاثية ونسحب اليوم. تعطينا فايزين ولا أربعة محمود؟ لا لا اثنين اثنين ممكن مو كل خميس، بس هذاك الخميس. زين، بس اثنين بيفوز ان شاء الله، بسحب على اسمين. اول واحد بيفوز ب 500 درهم كاش، والثاني بيفوز بباقه في اي بي لاجراء فحوصات مقدمه الهديتين من مستشفى الزهره الخاص في دبي. حط انت بعد 1000 درهم من مؤسسه ندى الملا للدعايه والاعلان. توزعين ترى، حطي. لا ان شاء الله ليله العيد ان شاء الله بنحط. بنحط ولا بتحطين؟ بنحط. لا ما تتذكر 6 مليون كنا نتبرع فيهم، 600 ألف بنتبرع فيهم أنا وإنت من يوم ما بدينا البرنامج، من يوم ما بديت أقدم معك. حشة، ما أتذكر. ما تتذكر؟ بطلع تسجيلات. طلع التسجيل. هي خلينا نقرأ دراستنا الجميلة مالت اليوم. هي ما تبغي تتكلمي عن الفلوس أدري زين. بس حق أيمن، حق وإنت بكرامة الجواتي والشنط وال سياسه، ما عندهم مشكله. حق المستمعين جوائز عندهم مشكله، ممكن نعطيهم جوتي وشنطه عادي. طيب، اعلن اخصائيو الصحه من جامعه تورنتو في كندا ان مركبات الفيتامينات المشهوره او مركبات عفوا يا الصيام هذا شو مسوي فينا، اللهم لك الحمد، يعني ان مركبات الفيتامينات المشهوره لا تؤثر على الصحه بالصوره التي يعتقدها الجميع. ونشرت صحيفة ساينس ديلي أن الباحثين أجروا مراجعة بيانية لتجارب نشرت عامي 2016 لين عامي 2012. لحظة دكتورة، لا تبطلين عينك من بين عامين 2012 قايلتش ومستحر أمس، و2017 عن تناول فيتامينات المكملة التي كانت تعد من المواد المفيدة للصحة. وأظهرت النتائج أن الكالسيوم والفيتامينات المكملات الغذائية الأكثر شيوعا ليس لها أي دور إيجابي أو سلبي للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية أو الوفاة المبكرة. مشرف الدراسة دكتور ديفيد جينكيز قال إن اتباع نظام غذائي صحي يعد أفضل طريقة للحصول على كمية كافية من الفيتامينات والمعادن من مصادرها الطبيعية كالخضار والفواكه، إذ لم تثبت التجارب فائدة أي من المكملات الغذائية الصناعية تذكر كالتي تأتي من مصادرها الطبيعية. طبعا
طبعا محمود هالكلام احنا دائما نقوله سواء في صحة وسعادة او للمرضى او متعاملين يجون العيادات ان لا تعتمدون على المكمل الغذائي وتعتبرونه بديل للأكل، لازم تاخذون كل شيء من مصدره الأساسي او الطبيعي. المكمل الغذائي فقط في الحالات حالات النقص الشديد، مثلا من ننصح ياخذون مكملات غذائية؟ طبعا نقص فيتامين د دائما احنا ننصح، لان انتم اصلا ما تاخذونه من المصادر الطبيعية. زائد مثلا الناس النباتيين 100% يسمونها فيجن اللي ما ياكلون ابدا لحوم، نصيهم ياخذون بعض المكملات الغذائية، بس غير هذا لا تعتمدوا على المكمل، كلوا أكل صحي ما تحتاجون أي مكمل غير فيتامين دال. طيب سؤال مسابقة نذكر فيه دكتورة، يقول في أي مستشفى تجرى عمليات الليزك للعيون؟ مستشفى دبي، مستشفى راشد، مستشفى لطيفة، على 4006 مع أسماءكم الثلاثية. فاصل وراجعين. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذا مستمعينا، سؤال حلقتنا اليوم يقول في أي مستشفى تجرى عمليات الليزك للعيون؟ مستشفى دبي، مستشفى راشد، أو مستشفى لطيفة، على 4006 مع أسماءكم الثلاثية، واكتبوا الجواب، يعني تكون جواب واحد أو اثنين أو ثلاثة. طيب منشيل خيار واحد مع أن كل الإجابات صحيحة، ما وصلنا لا في إجابة غلط دكتورة، شفتي؟ لا كلها صح ما شاء الله عليهم، شطار ما شاء الله عليهم. بعد ما نشيل الإجابة أوكي شيني نشيل أي واحد تبغى أنت؟ نشيل مستشفى لطيفة. أوكي لأن الحين تبغى وصلتنا إجابة غلط. غلط، مستشفى لطيفة بنشله، فمستشفى راشد أو مستشفى دبي. أنا كنت أبغى أشيل خلاص العكس كتب أخلي مستشفى لطيفة. انزين عموما شهر رمضان أعزائي المستمعين فرصة مهمة لتغيير الأنماط الغذائية السيئة اللي اعتاد عليها البعض، والله مو بالبعض معظم الناس، انزين للأسف يعني، وهي أيضا فرصة كذلك للعديد من المرضى ممن تؤثر عاداتهم الغذائية بالسلب على صحتهم وحياتهم، إلى جانب أن خبراء التغذية دائما ينصحون الصائمين بقائمة مهمة من الطعام اللي يكدونها فعالة لإنتاج طاقة متجددة للصائم. نحن نتعرف على هذه القائمة من الأغذية ومعانا عبر الهاتف الأخت سهى نوفل، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. صباح الله بالخير سهى. صباح النور، أهلا وسهلا محمود، أهلا فيكم. يا هلا. في البداية يعني حين وصلنا كم نحن رمضان اليوم؟ 16 رمضان. بعد 15 يوم من رمضان وداخلين الحين على النصف الثاني من رمضان، يفترض أن المعدة يعني تعودت على الفترة هذه مالت الصيام وغيره، وبدت المسار شوية تختلف حتى في كمية الأكل اللي الواحد يأكله وأيضا نوعيته. مفروض طبعا احنا بعد هلا ما صمنا 15 يوم تقريبا، في كثير من الناس اللي اتبعت النظام الصحي اللي بلشنا فيه من بداية رمضان والنصائح اللي كنا نعطيها، اكيد هدول ما عم بيواجهوا اي مشاكل ونشاطهم عادي، بيجوا لدواماتهم عادي، الطلاب بتروح مدارسها بشكل طبيعي. لكن الناس اللي بتتناول لسه بعض الاشياء الخاطئه اثناء الافطار او اثناء السحور، هاي بتلاقيها دائما عندها اجهاد، عندها تعب، وجسمها مع مرور الوقت والصيام بفترات أطول ببلش يفقد بعض البروتينات اللي موجودة في العضل، فبتحسهم منهكين تعبانين. عشان هيك في بعض الأشياء لازم نركز عليها خلال هاي الفترة عشان الجسم يضل محتفظ في الطاقة، يضل محتفظ في الأنسجة العضلية، يضلها زي ما هي، وبنفس الوقت يكون وزنه إذا مش ما نزل يضل ثابت، ما يصير يزيد، لأن أغلب الناس تطلع زايد وزنها من رمضان. صحيح. أستاذة سهى، في عادة خاطئة منتشرة كثير في رمضان هي كثرة استهلاك الكافيين، فشو دوره في الإحساس بالتعب والإرهاق خلال النهار؟ طبعا لأنه الكافيين لما أنت بتتناول كمية من الكافيين خلال الكافيين مدر للبول، لما يفقد الإنسان السوائل حيشعر بالعطش. صحيح. والماء أول شغلة بتساعد على أنك تشعر بالإجهاد والتعب لما تفقديها من جسمك. صحيح.
مع أن يعني بعضهم عندهم البعض البعض عنده يعني هوس القهوة والكافيين هذا فالاستهلاك هذا يعني بكثير لدرجة أنه ممكن يفطر على القهوة. صحيح في ناس تفطر على القهوة. صح صح طبعا بس هذا مش صحيح. متى يوقف يعني شرب قهوة في رمضان؟ يعني الناس المدمنة احنا دائما نحكي لها الساعة واحدة في الليل تكون آخر شيء عشان لما تيجي تتناول على السحور مع والله انت طيبة فترة. ايه. الساعة واحدة طيبة انت ما هو انت بتتناول كافيين بشكل كبير. ايه. هاي الناس اللي تشرب كثير. نعم احنا لنا العادات الصحية هلا صحيح صحيح هذا ايش بيرجع له للشخص بالضبط. احنا لو هم وقفوا شو نستعيد عنها مشروبات صحية اكثر في رمضان؟ المشروبات الصحية في رمضان زي ما كنا حكينا قبل فترة عندك عصير أمارجين لأنه يرطب الحلق. المشروبات العصائر الفريش وما نستخدم طبعا الدرجة الأولى على المي. صحيح صحيح قد ما نقدر نخفف العصائر المركزة بالسكريات لأنها برضو نفس النتيجة حتعطيك شعور بالعطش حتدخل زيادة سوائل خلال النهار. صحيح هلا مثل بعض الأطعمة الثانية اللي ممكن تجدد لك الطاقة خلال الفترة هاي لازم نركز على بعض النصائح منها نتجنب نحاول قدر المستطاع الدهون والسكريات العالية. الدهون مبدئيا تشعرين فيها انك شبعتي لكن بعد شوي حتفقدي انت هاي الدهون وبالعكس حتشعري بتعب واجهاد على الجسم. لازم نركز على الاشياء اللي فيها الكربوهيدرات المعقدة زي البطاطا الحلوة. البطاطا الحلوة فيها كثير ميزات يعني لو الواحد يتناولها في فترة ما بين الفطور والسحور أو حتى على السحور فيها مادة البيتا كاروتين فيها مواد نشويات كمان فيها عندك الفركتوز والفركتوز من السكريات اللي بتاخد وقت أطول عشان يبلش الجسم يحرقها. عندك الموز يعني ركز على المواد الفواكه اللي فيها نسبة البوتاسيوم والحديد لأنه هاي البوتاسيوم والحديد بيعطيك شعور بالشبع والبوتاسيوم بيحافظ لك على الكتلة العضلية في الجسم فما بيشعر الإنسان بعدها بالإجهاد وبالتعب. صحيح. طيب الحين اختي سوا اذا بتكلم بعض الناس يبالغون في عملية عدم يعني الأكل عدم الأكل يعني العكس مو بنا انه ياكل زيادة لا انه يقلل من أكله بمبالغة في رمضان. ليش؟ للسبب انه يبغي ينزل وزنه. طبعا برضو هذا الشيء مش صحي لانك انت لما بدك تقلل من كميات الاكل بشكل غير مدروس يعني كميات عند بعض الناس يتناولوا الطبق الغذائي الصحي اللي يحتويهم على كل العناصر والمواد الغذائيه الكميات المحدوده والمناسبه لجسمك بحيث انك تغطي احتياجاتك. لما انت بدك تاخذ اقل من احتياجاتك مع مرور الوقت مع الصيام راح هون تبلش برضه تشعر بالاجهاد والتعب ما راح تقدر تقاوم حتى الصيام. صحيح كيف تداوم كيف الطالب بده يروح على المدرسه هون بصير عندك ضعف الدم الكتله العضليه نفسها بتبلش تضعف عند الانسان وبلش يفقد بروتين بدل ما يروح يفقد الدهون. صحيح صحيح فبتكون عليه يعني رد فعل عكسي. طيب اخر نصيحه تبغين توجهينها للمستمعين؟ اهم شيء احنا بنحب دائما انه الانسان يتناول الطبق الصحي يكون فيه العناصر الغذائيه الضروريه المجموعات الغذائيه من بروتينات من كربوهيدرات من خضار وفواكه. دائما يركز على الاشياء اللي فيها مضادات الاكسده عاليه اللي هي زي التوت الفراوله زي ما حكينا البطاطا الحلوه يتناول لحوم او مصدر بروتين على الفطور على السحور لانه هذا برضه بيعطي شعور للشبع لفتره اطول. يركزوا على المي يركزوا على المي صحيح كثير برا حر وبكره احنا بنشوف في العيادات وفي المستشفيات الناس شبه بلش يصير عندها جفاف لانه بيتركوا العصير وبيتركوا المي. صحيح صحيح راجع الناس بعيد بكر. اهم نصيحه خلال الايام هاي الحاره والامهات تركز على اولادها في شرب المي قبل الفطور لغايه السحور. صحيح ويعطيكم العافية. شكرا لك سهى نوفل أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي كانت تكلمنا عبر الهاتف عن الأغذية واللي تجدد طاقتك في رمضان. سؤال حلقتنا اليوم قبل أن نطلع فاصل دكتورة في أي مستشفى تجرى عمليات الليزك للعيون؟ مستشفى دبي أو مستشفى راشد؟
الإجابة مع الاسم الثلاثي على 4006 وعندنا اثنين فائزين، الأول بيفوز ب 500 درهم مقدمة من مستشفى الزهراء بدبي، والثاني أيضا بيفوز بباقة الفحوصات الفي اي بي. هذه الفحوصات ممكن تكون عبارة عن قسيمة بألف درهم، ممكن أن يستكمل في بعض الفحوصات الجميلة اللي هي أصلا داعمة للسياحة الصحية، وإن شاء الله يعني بتكون واحدة من المقاصد لإمارة دبي لتعزيز السياحة الصحية. إذن فاصل، وبعد الفاصل ما نتحدث عن موضوع مهم جدا وهو اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، ونتكلم عن أمراض القلب بالتحديد، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. سؤال حلقتنا اليوم يقول: تجرى عمليات الليزك في هيئة الصحة بدبي في أي مستشفى؟ هل في مستشفى راشد أو مستشفى دبي؟ على 4006 مع أسماءكم الثلاثية. طيب هذه المسابقة طبعا جوائزنا بتكون عبارة عن 500 درهم كاش، وأيضا في فائز ثاني بيفوز بباقة في اي بي لإجراء فحوصات بقيمة 1000 درهم، والجوائز مقدمة من مستشفى الزهرة الخاص في دبي. طيب تحتفل المنظمة يعني وشركائها يوم 31 مايو من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ الذي تبرز فيه المخاطر الصحية وغيرها من المخاطر الناجمة عن تعاطيه، وتدعو إلى رسم سياسة فعالة في الحد من استهلاكه. حملة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ في عام 2018 تركز على موضوع التبغ وأمراض القلب. المنظمة اللي ذكرنا يعني منظمة الصحة العالمية اللي نقصدها تؤكد في تقرير رسمي صدر عنها بهذه المناسبة يعني للعديد من الحقائق، منها أن التبغ يحصد أرواح أكثر من 7 مليون شخص سنويا، منهم 90,000 شخص تقريبا من غير المدخنين اللي يفارقون الحياة من جراء استنشاقهم لدخان التبغ غير مباشر، يعني تدخين سلبي. صحيح. تعيش نسبة تقارب ما بين 80% من المدخنين اللي يزيد عددهم على المليار مدخن في عموم أرجاء العالم ببلدان منخفضة الدخل وأخرى متوسطة الدخل، ترزح تحت وطأة أثقل أعباء الاعتلالات والوفيات الناجمة عن التبغ. حقائق كثيرة. اليوم نحن معانا في الاستوديو الدكتور فوزي الصفدي استشاري أمراض القلب في مستشفى دبي، وأيضا دكتور صلاح ثابت أخصائي طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي. صباحكم الله بالخير. بنور والعافية إن شاء الله. صباحكم ورد، حياكم الله معنا في الصحة وسعادة. الله يحييك. نحن نبتدي مع الدكتور صلاح. الدكتور فوزي بندخل شوية معاه في نقاش عميق، لكن نبي نتكلم عن مشكلة التدخين بشكل عام. دكتور صلاح إن شاء الله، مثل ما ذكرت أخوي محمود، منظمة الصحة العالمية أعلنت أن تاريخ 31 مايو هو اليوم العالمي لمكافحة التبغ. فبهذه المناسبة احنا جالسين اليوم نتكلم عن التدخين وأضرار التدخين. هيئة الصحة في دبي ما قصرت في هذه الناحية وفتحت مركزين صحيين فيهم خدمات الإقلاع عن التدخين، اللي هو مركز الطوارئ الصحي ومركز البرشة الصحي. صحيح. طبعا عشان المدخنين يزوروا هالعيادة يا أما عن طريق مواعيد أو عن طريق زيارة مباشرة للعيادة. في العيادة في عدة إجراءات نتخذها. أولا اللي هو في استبيان يعبيه المدخن عشان نشوف مدى الإدمان عنده للتدخين. جميل. وفي عندنا عدة أجهزة ينفخ فيها عشان نشوف رقم واحد كفاءة الرئة، والجهاز الثاني عشان نشوف نسبة غاز أو أكسيد الكربون. ممتاز. لما يوصل عند الطبيب في عدة فحوصات نقوم بإجراءها، فحوصات دم، أشعة صدر، تخطيط قلب، بالإضافة إلى التوعية
للمدخن. من ناحية التوعية في عدة أمور نتكلم فيها. طبعا نوضح للمدخن أضرار التدخين ومشاكل التدخين. طبعا أهم شيء يكون هاي نقطة مهمة، شو مشاكل والأمراض المرتبطة بالتدخين؟ يعني مدخن دائما يقول لك أنا صار من 60 وما سوى بشيء، ولكن في تأثيرات التدخين موجودة على جسم الإنسان، فلو تكلمنا عنها دكتور صلاح. بالنسبة لأضرار التدخين بنخليها للدكتور فوزي، بس ممكن نتكلم عن أنواع التبغ. طبعا قبل لا ندخل في الأضرار احنا نبغى نعرف شو أنواع التبغ، لأن احنا نتكلم هنا عن جميع أنواع التبغ، مش بس السجائر، عن السجائر، عن المدواخ، عن الشيشة، حتى التبغ الممضوغ. الممضوغ اللي في ناس في طلاب مدارس يستخدمونه، لأن في العيادات احنا نشوف أعمار مختلفة، في تحت 18 طلاب المدارس، وفي كبار السن، وفي طبعا أكبر نسبة هي نسبة البالغين من 20 إلى 40 سنة تقريبا. صحيح. فجميع الأعمار نشوفها في العيادة. طبعا على أساس المدخن يقلع عن التدخين، أهم نقطة أنه يكون عنده إرادة وعزيمة للإقلاع عن التدخين. من غير هاي الإرادة والعزيمة، مهما أخذ أدوية، مهما أخذ نصائح، مهما كانت توعية، ما في فائدة. ماشي. فأنت تقيسون مدى استعداده في العيادة، مدى أكيد. قوة الإرادة اللي عنده. هذا هو، أن أولاً هو ما بيأخذ موعد ولا بيتري الموعد ولا بيتعنى يجي العيادة إلا يكون عنده إرادة وعزيمة أساس يودر التدخين. صحيح. فيوم يوصل عندنا بعد هاي، بعد ما يمر بهاي الفحوصات كلها اللي تسويها، إحنا نوري له مدى الضرر اللي تم من الدخان، ومتى نفهمه شو الأضرار اللي ممكن. يمكن حرمته غاصبة إنه. في رأي اليوم العيادة ما حرمته تقول له سيح تقلع عن تدخين، بس بعد هو لا مو مقتنع محمود، ترى ما بيجي، لأن حتى يكون عنده مثلا مو مقتنع 100%. أحيانا في ناس يقول أفكر أقلع فأي أسأل أشوف شو الخدمة. فعلا مثل ما قال أخوي محمود، في عرسان يداد بعد. يعني أساس من شروط إنه يقلع عن التدخين يعني خلال فترة الخطبة إنه يترك. ممتاز والله. هني دكتور، شعار المنظمة، منظمة الصحة العالمية اللي حملتها هذا العام، التبغ يدمر القلوب فاختر صحتك وليس التبغ. شو يعني لك هذا الشعار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نبدأ يعني مقدمة صغيرة جدا. تفضل. إذا كان الإفراط في الطعام مؤذي، صحيح، نحن نتكلم عن أشياء طبيعية قد تؤدي إلى ضرر إذا كان في سوء استعمال هذه الأمور. صحيح. ولكن التدخين بحد نفسه من بدايته هو مادة سامة. صحيح. فليس هناك أي جدل باعتبار التدخين مادة ضارة، لأنه من أساسها هي مادة سامة كيميائية محترقة. صحيح. ونحن عم ندخل بملء إرادتنا هذه المادة إلى داخل الجسم، والتفاعل مع جسمنا حيكون حتمي. فليس هناك شيء أنه إنسان ما يصاب بالأمراض. في كثير من الأمراض غير مباشرة تسبب كثير من الأمراض، قد لا يربطها المدخن بالتدخين، ولكن هي بسبب التدخين. صحيح صحيح. طيب السنة مركزين على أمراض القلب. نعم. فتخبرنا شوي يعني ما نخصص الموضوع على أمراض القلب الخاصة بالتدخين. فكلمنا عن تركيز المنظمة لهذا اليوم على أمراض القلب. كونه التدخين هو غاز، عندما يدخل إلى الدم يتفاعل مع سائر أعضاء الجسم. صحيح. والقلب هو جزء من هذه الأعضاء. أهم شيء أنه هذا الغاز سوف يذهب إلى الغدة القذرية. الغدة القذرية هي الغدة التي تفرز مادة الأدرينالين، اللي هي مادة حالة الطوارئ والخوف والتوتر. والتوتر. نعم. فإذا عندما تفرز الأدرينالين، أول ما يحدث عملية انقباض في الشرايين. صحيح. عملية الانقباض في الشرايين حالي هي دائما حالي يعني استنفارية، ينتج عنا ارتفاع في ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم مباشرة من النيكوتين سوف يؤثر على أداء القلب. صحيح. وبالتالي فإذا هو القاتل الصامت، فإذا ارتفاع ضغط الدم هو أول مؤشرات مباشرة نتيجة احتكاك النيكوتين بالمادة القذرية. صحيح. بعدين النيكوتين بحد ذاته مادة كيميائية تسبب تقرحات، بالإضافة أنه عندما يصير في انقباض تشوفوا أنه شاحب ثم مدخن مزمن. صحيح. فعملية الانقباض بتزيد الضغط على الجدار وتسبب تشققات. نعم. يعني بسبب ارتفاع الضغط وبسبب مادة النيكوتين بحد ذاتها هيفتح الباب واسع أمام الكوليسترول حتى يصير في عنده ترسبات. نعم. فإذن هيدي الشيء الثاني. تاني شيء النيكوتين بوجودها تفاعلات مع الهرمونات بجسمنا بغير الهرمونات
سوف يزيد عنا عدد الصفائح في الدم نتيجة مدة الأدرينالين، فسن في ضرر مباشر وغير مباشر. نعم. الصفائح إذا ارتفعت بنسبة عالية عند المدخنين عادة بتسبب بالتالي بنسبة إصابتهم في التجنطات. لأنه شو السبب حتى بيصير فيها الارتفاع هذا؟ لأنه هو جسم يفقه إنه إذا صار في عنا أي جروح استثنائية حالة الطارئة إنه يسوي بفر يروح يسكره. صحيح. ولكن بدل ما يسكره مثلا حالة افتراضية عم يروح يسكره الشرايين. صحيح صحيح. تاني شيء كما هذا عم بحكي من ناحية تقنية كيف إنه التدخين حتى الإنسان يدرك مدى الضرر تبعه بالواقع، يعني وهذا شيء ميكانيزم ماشي مثل ما قال الدكتور صلاح إنه في عنا أول أكسيد الكربون. هي عبارة عن مادة يعني أتوم ذرة كربون تحمل معها ذرتين من الأكسجين. عملية الافتكاك مع الهيموغلوبين اللي هي الترانسبورتر، يعني هو هي حاملة الأكسجين من في الدم. نعم. فبيصير في التصاق شديد، وواحد أكسيد الكربون إذا كان تمسك في ذرة الأكسجين في ذرات الأكسجين لا يفلتها. وبالتالي نحن شفنا قديه في كمية متبقى الدكتور، أهم شيء نشوف نسبة واحد أكسيد الكربون بالدم. صحيح. هنشوف قديش نحن نسبة معطلة من الدم من الكريات الحمر هي لا تعمل بالشكل. صحيح. يعني صحيح. فبيجو بالسيزم بيدافع بيفهمها كأنه في نقص عنده ضعف دم، يعني عنده فقر دم. صحيح. فبيقوم جهاز المناعة عندنا بيفرز كمية دم زيادة. فهو بيشوف هيك بيفهمها. فكثافة الدم تنتقل من الأربعينات إلى الخمسينات وبعد حين إلى الستينات. هذا كمان عنصر كتير مهم. صحيح. يعني رح تسبب نسبة الزيادة في تجنطات. بالضبط. جميل. نعم. نحن نذكر بسؤال الحلقة دكتورة يعني خمس دقائق أقل شوية منوقف استقبال الإجابات. السؤال يقول فأي مستشفى تجرى عمليات الليزك للعيون؟ هل في مستشفى راشد أو مستشفى دبي على 4006 مع أسماءكم الثلاثية؟ حننتقل لدكتور صلاح. دكتور صلاح، شو الجهود اللي نقوم فيها في الهيئة لمكافحة التدخين وشو العلاجات المتوفرة للشخص اللي يبغى يوقف التدخين؟ أنا بضيف على الأضرار اللي قالها الدكتور فوزي. نعم. غير الأضرار القلب والشرايين والأوعية الدموية في السرطانات بعد ما ذكرناها. صحيح. طبعا نحن حددنا سؤالنا بس عشان كان على القلب والشرايين. أنا عشان تي بضيف على اللي هو وين ما يمشي الدخان ممكن يسبب أمراض سرطانية، سواء صحيح. في الفم في اللسان في البلعوم في الحنجرة أو سرطان رئتين مثل ما تعرفون اللي منتشر. ني بعدين للجهود مثل ما قلتي دكتورة ندى، من خلال هاي العيادات استقبال المرضى مثل ما قلت ونمشي معهم على خطة معينة. بعدين العيادات المتوفرة عندنا بدائل النيكوتين مثل لصقات النيكوتين متوفرة عندنا في العيادة. نعم. وفي عندنا كذلك علاج يسمونه الفارينكلين اللي هو الشامبكس. وهذه العلاجات باختصار هي تقلل الرغبة للتدخين. بالضبط. وأيضا تقلل أعراض الانسحاب إن وجدت. إذا كان في أعراض انسحابية بعد ما يترك المدخن الدخان ممكن يعاني من بعض الأعراض مثل التوتر والقلق والعصبية. صحيح. وعدم التركيز وأحيانا صداع في أول الصبح، فهذه الأدوية تقلل رغبة التدخين وتقلل هاي الأعراض. لكن مثل ما قلنا الأدوية تساعد، أهم شيء الإرادة والعزيمة عشان صحيح. المدخن يقلع عن التدخين. طبعا في الفوائد الصحية للإقلاع عن التدخين هاي فورية يعني تقريبا في فورية وفي على مدى طويل. ففي ناس يعني يوم من ثاني زيارة ومن بعد ما أقلعوا عن التدخين وحسوا فيها. رقم واحد اللي هو تحسن حاسة التذوق وحاسة الشم. نعم. يعني في واحد قال لي كان ما يشمول بالخالص أي شيء بعد ما ودر التدخين يمكن فترة بسيطة، قام قال سير السوق اشتري يا اللي بكيسين عطور ما شاء الله. فهذه أول فائدة واحد ممكن يحس فيها خلال 48 ساعة فقط. نعم. تحسن حاسة الشم والتذوق. عندك انخفاض مثل ما ذكر الدكتور فوزي اللي هو عشان غاز أول أكسيد الكربون الغاز السام، انخفاض مستوى الغاز أول أكسيد الكربون وارتفاع نسبة الأكسجين في الدم. صحيح. هذا الفائدة الثانية، انخفاض احتمال الإصابة بالسكتات القلبية بعد 24 ساعة، في تحسن وظائف الرئة إلى 30% خلال 3 شهور تقريبا، في عندنا تحسن قدرة الجسم خلال 9 شهور، انخفاض احتمال الإصابة بمرض القلب التاجي اللي بنسبة 50% تقريبا خلال سنة من الإقلاع عن التدخين.
انخفاض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية إلى الحد الطبيعي خلال 5 سنوات. جميل. انخفاض معدل الوفاة بسبب سرطان الرئة إلى النصف، وانخفاض احتمال الإصابة بسرطان الفم والحنجرة والكلى والمثانة والبنكرياس خلال 10 سنوات. ممتاز. ففي فوائد فورية وفي فوائد مثل ما قلت أخي محمود على المدى الطويل. دكتور سبحان الله، يعني بسياق الحديث بالنسبة للنيكوتين طبعا هو من أهم أسباب محفز يعني بنكرياس مثل ما قال الدكتور، وبالتالي كمان هو من أهم أسباب الإصابة بالسكر. فدكتورة مثلا بقول أنا ما صار لي شيء بصير معه سكري، أنا اشتغل التدخين بالسكري بالضبط صح، لكن هو هذا يعني صار معه سكري من أثار التدخين طبعا، لأنه مادة الأدرينالين تفرز كمية الأنسولين والمخزون حيروح، وبالتالي حيصير في مناعة ضد الأنسولين وحيصير في معنى إصابة السكري. المشكلة دكتور هي الآن يعني انتشار التدخين عند المراهقين والأطفال. نعم. هذه المشكلة الكبيرة. نعم مأساتها هذه النقطة دكتور محمود، أنه التشبع يعني يتشبع الدم من سيجارة واحدة يعني. نعم. هذول الأطفال. نعم. حتى لو تعرضوا في المدرسة مثلا دخنوا ما يستطيع يدخن يشتري مثلا عنبي ولكن إذا كان هالطفل هذا تناول سيجارة أول ما يستطيع. نعم. سيجارة واحدة في النهار هي تعادل بالنسبة لأمراض القلب 20 سيجارة. ما في اختلاف أبدا، ما في اختلاف، يعني حاطيك تشبيه بسيط. إذا أخذنا سفنجي عنده قدرة امتصاص استيعاب، لو وضعناها سفنجي في وعاء صغير سوف تتشبع. نعم. لو وضعناها في البحر سوف تتشبع. التشبع نفسه بقيت الماء وفائد عنها. صحيح. فالتعرض إلى كمية قليلة جدا بمحتوى سيجارة في النهار كافي حتى يبدأ عملية الضرر. صحيح. مبكرة جدا. وفي دراسة صارت عن موضوع هذا، أنه في الجنود الأمريكان اللي توفوا في حرب كورية في أعمار فتية أجروا عليهم يعني تشريح. نعم. فثبت أنه يبدأ التصرف في سن 20 سنة عندما يكون مع التدخين. سبحان الله. طيب نحن نذكر أو خلاص يعني نوقف استقبال الإجابات. وسؤالنا كان يقول اليوم دكتورة كان يقول في أي مستشفى تجرى عمليات الليزك، مستشفى راشد أو دبي؟ لا ما في داعي خيارات، قولي لهم الإجابة. الجواب مستشفى دبي. مستشفى دبي طبعا يقدم مثل هذه الخدمات. لين ما نسحب أسماء الفائزين ما ناخذ منكم دكاترة كلمة أخيرة يعني في هذا المجال. نبتدي مع الدكتور صلاح. أنا أنصح المدخنين أن رمضان فرصة كبيرة صراحة. أنت صايم 15 ساعة في اليوم. صح. يعني رتب بس وقتك شوية وخلي عندك بس همة وإرادة. فرصة جيدة أنك تترك التدخين، أن يقلع عن التدخين، فحرام أن يضيعون هاي الفرصة. وأقولهم نصيحة أخيرة، وعند بعض الناس هي فرصة للتدخين. رمضان فرصة للتدخين. صح فعلا. المساء يعني. فعشان تي قلنا في البداية هي الإرادة والعزيمة أهم شيء. وأقولهم نصيحة أخيرة، أنت مثل ما تحرق الدخان أنت جالس تحرق صحتك وفلوسك. صحيح. الفلوس ممكن تتعوض لكن الصحة عمرها ما تتعوض. بالضبط. صحيح. دكتور فوزي، أنا أقول أنه الإنسان هو حر بنفسه إذا كان يعني في الإكستريم، ولكن ما ذنب الجنين؟ ما ذنب الأطفال؟ ما ذنب 90,000 شخص مثل ما ذكرت؟ صح. هدوم يقتلون. صحيح. فهذه عملية يعني كمان يعني حريتنا تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. صحيح. فالتدخين هو جريمة بحق المحيط تبعنا يعني. أحسن دكتور. إذا الفائزين معانا، الفائز ب500 درهم أو الفائزة ب500 درهم زمزم حسن أحمد فازت ب500 درهم مقدمة من مستشفى الزهراء بدبي، والفائزة بباقة الفي آي بي القسيمة ب1000 درهم للفحوصات الطبية في مستشفى فحوصات طبية كبار الشخصيات مستشفى الزهرة كذلك بدبي. عليا صالح الشيبة ألف مبروك عليا. ألف مبروك للفائزين. طيب نحن في الختام
نشكر الدكتور فوزي الصفدي استشاري أمراض القلب في مستشفى دبي، والدكتور صلاح ثابت أخصائي طب الأسرة في هيئة الصحة في دبي. دكتور صلاح، بس نذكر على السريع كيف الواحد ممكن يستفيد من خدمات عيادات الإقلاع عن التدخين، وين يروح؟ فقط من خلال عيادته اللي راجع فيها ممكن يطلب موعد لعيادة الإقلاع عن التدخين. صحيح. للعيادة الأقرب له، سواء في مركز الطوارئ الصحي أو في مركز البرشة الصحي. وراح نعطي موعد إن شاء الله في أقرب فرصة ونشوفه ونتعاون وياه نساعد إن شاء الله. جميل. وأنتم ما شاء الله عليكم حققين نسب إقلاع عن التدخين جيدة بالمقارنة مع النسب العالمية، اللهم لك الحمد. في السنة اللي طافت في 2017 كانت النسبة تقريبا 16%، فهي نسبة جيدة بالنسبة للمقارنة بالنسبة العالمية، نسبة ممتازة تقريبا يعني. حتى نقدر نقول عنها. يعطيكم العافية. دكتورة ندى الملة، شكرا لك. شكرا لكم. ما خلصنا برنامج، قبضت التلفون على طول، رمس العيادة أقولهم أنا جاية. شكرا لك إسراء الهاشمي، كانت معنا في التنسيق. كل الشكر للمعد حلقتنا اليوم يوسف سعد، وأيضا الشكر موصول لمخرجنا المبدع دائما أيمن سرحيل، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله متى؟ يوم الأحد. يوم الأحد القادم. نحن المفروض، انا عبالي اليوم الاربعاء، عشان شي قلت قلت له تقول غدا، كان المفروض نسحب اكثر من فازين. بنعوضكم ان شاء الله على يوم الاحد. يوم الاحد من نسحب اربعه. انا عبالي الاربعاء والله اليوم. سامحوني، انتم ما تعرفوا شو مسحر البارحه. ما تبغوا تعرفوا شو مسحر. المهم الى نلقاكم ان شاء الله يوم الاحد، نقول لكم دمتم بصحه وسعاده. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.